لقرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا، تجمع أفراد من الجالية السورية أمام مقر الجامعة للتعبير عن رأيهم في هذا القرار. خطوة إيجابية تعتبر، لكنها متأخرة كتير، يعني بعد 9 شهور لعل قوة وشكل مبدأ، يعني قوة 3 أيام، بعد 3 أيام يا بتخذ قرار تعليق دائم يا بيرجعوا يفعلوها. بليبيا أختي بعد شهر على قوة فورا، إنها صارت 9 شهور، هي تعتبر خطوة إيجابية، بس هدول 3 أيام يعتبروا مهلة للنظام مشان يقمع ناس ويقتل ناس أكثر، فلازم على قوة بشكل مباشر ومن زمان هذا الحكي، بس تعتبر خطوة إيجابية. هو المفروض تجميد، يعني نحن كنا متوقعين أكثر من هيك، ولكن يعني هي خطوة شبه كويسة، ولكن هي مغزية يعني بنفس الوقت، نحن بالنسبة لأنه حتى الدم ما فرضوش عليه، يعني طلعوا قرارات بيطرد السفراء ما طلبوش انه بوقف الدم. وقف الدم نحن كل اللي بدنا اياه بوقف الدم، هذا اهم شيء بالنسبه لنا، وهي متطلعات الشارع السوري يعني اقل ما فيها، يعني وهي كانت الجامعه يعني انه المفروض تجبر النظام السوري على وقف الدم، والنظام السوري امبارح عمل مجازر 23 واحد من بعد قرارات اللي اتخذتها الجامعه، فراحوا كسروا حرقوا السفاره القطريه، حرقوا السفاره السعوديه في دمشق، في اللاذقية كسروا السفارة الروسية الفرنسية عفوا والسفارة البريطانية كسرون، فهذا دليل على النظام انه النظام قمعي، نظام قاتل، فالمفروض الشغلة من امبارح المفروض تتحول للمجلس الامن، مش لسه نعيفه ليوم 16 ولسه يجربوا ولسه بدهم يعملوا ولسه بدهم. هي خطوة على الطريق الصحيح، ولكن كانت الخطوة تأخرت شوية، ولكن يعني ننتظر يعني اول الغيث قطرة كما يقول يعني، وإن شاء الله يعني الدول العربية ابتدت يعني تلتفت إلى القضية السورية يعني، وإن شاء الله نتمنى المزيد والمزيد. لم يلبي مطالب الشعب كلها، لكن هو بداية لخطوات إسقاط النظام السوري. مطالبنا أكثر من هيك بكتير، يعني نحن طالبنا بتجميد العضوية وليس تعليقها، يعني ممكن محتمل في يوم من الأيام أنه هترجع العضوية تاني. كم هدفنا انه تجميد العضوية لحين اسقاط النظام، كان مطلبنا هو حماية حماية عربية، كان هدفنا حماية المدنيين، لكن الى الان لم يتم الا مجرد يعني هدف واحد فقط وهو تعليق النظام. هو خطوة جيدة من جامعة الدول العربية، لكن ان شاء الله نأمل بالمزيد يعني اكثر من هيك بالجامعة الدول العربية.